انا سعيد ان الاهلي والزمالك بيلعبوا في نهائي افريقيا، ودايما البطولات مش هتخرج بره النادي الاهلي. توقعاتي هي تمنياتي، اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي وحصوله على كاس افريقيا التاسعة، وبنقول لهم التاسعة يا اهلي، وان شاء الله نبارك لجمهور الاهلي والكابتن الخطيب. انا سعيد ان انا موجود معاكم، انا بحس ان قناه الاهلي ده هو بيتي التاني، لان انا راجل اهلاوي وبعلنها دايما. والتكريم النهارده اعتقد انه شهاده جميله او احساس جميل ان بتشوفي نتيجه تعبك في صوره تكريم، خصوصا ان المتنافسين كتير، المجال بقى فيه ناس كتير وكلهم ناس محترفه وشاطره، فاعتقد ان دي حاجه تسعدني وتبسطني، تحملني مسؤوليه اكبر بقى، لان لسه كنا بنقول انه هي الفكره في الاستمراريه، مش مره وخلاص.